السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد. ما نطولش عليكم اليوم في الفيديو. البارح من اللي حطيت الفيديو وانا يبان لي في التعاليق ديالكم كلنا فوزي القجع، كلنا فوزي القجع. صراحة أنا كان كيتعايلي غير شي حاجة هكاك عابرة وما تعمقتش فيها، ولكن ملي شفت أغلب التعاليق ديالكم وأنا بلي مرة كنضرب واحد الزلافة ديال سايكوك وأنا نقول بالله تهدا. بقيت البارح ساعات طوال والليل وأنا كنقلب قلب هنا قلب هنا بحث هنا، فإذا بي أتفاجأ وبديت كندير واحد الاستقراء باش نوصل لواحد الرؤية حقيقية في الموضوع. فوزي القجع وهاشتاج ضد فوزي القجع والاتهام ديالو بالفساد، وفوزي القجع فاسد، هجمة شرسة على فوزي القجع. فوزي القجع الإخوة والأخوات للشعب المغربي قاطبة، ماشي نقولوا الجمهور الرياضي بل الشعب المغربي قاطبة، انتشى وفرح ونشط بالفوز ديال المنتخب المغربي ووصلنا المربع الذهبي، فأصبح العالم يتكلم مغربي. الراية ديال المغرب ظهرت في جميع دول الكون، جميع دول العالم بدون استثناء. كيف بالله عليكم إخواني وأخواتي أن تقبلوا بهذه المهزلة؟ مهزلة بكل المقاييس. بديت كنقلب وكنشوف في السوشيال ميديا، لقيت من هم المتهجمين على فوزي القجع، فوجدت ماذا؟ وجدت أن هناك بعض المحسوبين على جمهور الرجاء، اللي هما طبعا ما يمكنش ناخذهم بعين الاعتبار، لأن لكل جمهور ولكل فريق واحد الفئة، فئة ديال الناس اللي هما ماذا؟ اللي هما معروف عليهم الشغب ومعروف عليهم ضد المصلحة، ضد الأمن والاستقرار، اللي هما كيقوموا بأعمال خبيثة، أعمال منافية للقانون والأعراف والتقاليد والأخلاق، أليس كذلك؟ بلى وهو كذلك. أرى الفوتو هذه، لقيت الإعلام الجزائري الكرغولي الهوكلاندي نايض، وهذه كنشوفها أنا مرارا وتكرارا، ولكن كنقول غير يعني فقاعات دايزة حسد غيرة من هذا السيد اللي هو فوزي القجع الذي يمثلنا جميعا كامل. الله يخليكم، كتبوا لي فوزي القجع يمثلني إن كان يمثلكم فعلا. الكراغلة وما كاين باس، إذا جاءت كمذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل. إذن جميع القنوات الفضائية والسوشيال ميديا والحسابات الوهمية نازلين عليه. واو، انا كنت مهتم هادو اللي عم يجوزوا في البلاطو للمدربين ولا المحللين، ومنا ينسوا هاد القجع ما يزيدوش كاع يجبدوا اسمه، باسكو هو اللي راه شغل دار له عقده سيبري. ولكن هاد السيد هذا معروف ومعروف بالكواليس، شاك فوا نقول ردوا بالكم ردوا بالكم، باش الانسان يرد باله، خاطر هاد الانسان اللي كاباب دو تو، قادر يدير كلش. واليوم رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم القجع في تحدي صارخ، شغل هذيك تاع انا ماني سامع بحتى واحد، في تحدي صارخ يقول لك مواقفنا ثابتة ولو يجاهد. هذا اللي ولا يدير انقلابات في هذا المومو، هذا الدومية تاع المخزن تلاعب بأعضاء الكاف وبرئيس الكاف. صح، والآن الجزائر فتحت لهم عينيهم في وقت ما كان قزم مقارنة مع روراوة، الآن أصبح يدبر ويعمل انقلابات. لما يغيب الرجال يظهر أشبه الرجال. كل دقيقة أو القجع أو القجع، وإحنا البعت اللي عندنا ماشي القجع، عندنا بعت إحنا في الفوتبول. الطرف الثالث شكون؟ الطرف الثالث هو تريرين حميد المهداوي. حميد المهداوي أنا كنت كنشوفه كيهضر عليه مرارا وتكرارا، والتذاكر ما التذاكر والفساد وفوزي القجع وكون اخوتي المغاربة يا اخوتي المغاربة. واش فوزي القجع؟ مسألة التذاكر عرفناها، واش فوزي القجع هو النيابة العامة؟ هو القضاء؟ ياك المسألة تكلموا عليها في البرلمان وتكلم عليها الشارع، يعني الرياضي لا في قطر ولا هنا ولا قبل ولا بعد، ولكن فوزي القجع راه قال داكشي اللي عنده، فكيبقى أو كتبقى الخدمة ديال النيابة العامة وديال القضاء في المسألة، خص تحقيق يكون كامل ونزيه من طرف يعني الشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية بتعليمات ديال النيابة العامة، والقضاء الواقف ثم القضاء الجالس هو الذي يبث في المسألة. وهذه المسألة هذه واش نقولوا صافي الضمصات؟ لا، علاش؟ لأن كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيبقاو عام في التحقيق وعامين وعام ونص وسبع شهور وثمان شهور، وثم كتسمع طاق
وما يعني بزاف بلا ما نذكر لكم الاسماء شحال من واحد بقاو 9 شهور 10 شهور عام ومن بعد كيشدوه راه عرفتوا شنو كاين. اذا حميد المهداوي وهو يشخره وسمحوا لي هذا هو حيت ملي كيدير اخوتي المغاربه يعني كيشخر وكيبغي يمس العاطفه ديال بعض الناس واحد الفئه ديال الناس اللي هي بلا ما نعسها بشي حاجه. واخا حميد المهداوي معروف التاريخ ديالو كامل مراحل كيفاش كيمجد ويشكر في الزفزافي وفي بوت الزفزافي ومطلع داك الخطره داك العام بوت الزفزافي اللي هو معروف من هو اللي هو زيدوا على هذيك السلطانه وزيدوا على هذيك اميناته وزيدوا على هذيك المصائب الكحلين. وهذا الموضوع راه هضرت فيه مرارا وتكرارا فلم يستطع الرد علي ولن يستطع ولا زلت اقول والله ما يقدر يتواجه معايا في هذاك الموضوع. وسبق لي درت فيديو واحد ولله الحمد الفضل لكم ايها المغاربه والمغربيات 35,000 لايك على هذاك الفيديو وهو مازال في القناه. اذا هنا كاين قلنا كاين بعض المحسوبين على فريق الرجاء وكاين الكراغله الحقودين وكاين حميد المهداوي واللي عارف شي واحد اللي هجم على فوزي القجع بحال حميد المهداوي فليكتبها في التعاليق. اي نعم لانني اقول اخ حميد المهداوي مع كامل الاحترام والتقدير الديدان ديالو واللي ما عجبوش الحال يمشي يشرب من البحر. الديدان ديالو كيف ما كيبان ليا هو التدليس والتلبيس ودس السم في العسل. اي نعم اذا مقالات تكتبات في هذا الباب هذا واليوم كيتكلموا يعني الاعلام المغربي كيتكلم كيقول لك واه كيفاش نتساءل علاش هذه الهجمه الشرسه. جاء في احد المقالات اتلو عليكم شيئا منه حظي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع بالتضامن الواسع من مختلف الأندية المغربية وكذلك من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد الحملة الشرسة اللي قادوها بعض المحسوبين على جماهير الرجاء البيضاوي كيف ما قلنا وطلقوا الهاشتاغ ضد فوزي القجع تضامنات معظم الأندية المغربية. والبارح قلبت في فيسبوك وانا نلقى معظم النوادي ديال كرة القدم متضامنة مع رئيس الجامعة اللي رفع الراس ديال المغاربة الحرار واللي كاين اللي غيقول لي لا ماشي بوحدو ولكن راه كيلعبوهم على شكل فريق الى الراس ضربتيه راه غضرب كل شيء. وهذا الشيء اللي كيديروا الخوانة ملي كيضربوا في الملك. علاش؟ لان ملي كيضربوا في الملك شويه كيضربوا في الادارات في المؤسسات العموميه شويه كيضربوا شنو السي الحموشي السي الدخيسي كيهرسوا لك الاركان. هذه الطريقه ديال الخوانة هضرت فيها مرارا وفصلت فيها اكدت اذا كثير من الفرق المغربيه في بلاغات بانه افضل رئيس جامعه كره قدم بالمغرب في التاريخ من حيث الإنجازات سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو على صعيد الأندية المغربية لا من هيكلة ولا حكامة الأندية وحتى البنية التحتية الكروية وكذلك تطوير الممارسة أو من حيث التموقع في الهيئات الدولية. فين ما مشيتي تلقى فوزي القجع ومعمر بلاصتو والروح ديال الوطنية. يا سلام سي القجع والسي بوريطا إلا ضربتوهم لنا شنو زعما فين باغيين توصلوا. يا من نعرف مخططكم ومنهجكم من لحن القول من حركاتكم من نظراتكم من سمات وجوهكم. إذا معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا في تدوينات وتغريدات بأن فوزي القجع والجامعة ساندوا كل الأندية الوطنية لتحقيق الألقاب القارية اللي غابت على الساحة الوطنية سنين عددا. وذكروا بالألقاب الخارجية للرجاء الرياضي في عهد فوزي القجع وموت يا العدو منها كأس الكونفدرالية الإفريقية سنة 2018 و2021 كأس سوبر الإفريقي سنة 2019 وكأس العرب سنة 2020. وكلنا نتساءل كيف لفريق يعني فريق الرجاء البيضاوي اللي كيقولوا بعض انا والله العظيم الناس تنصبع الصباح وما كنتش باغي نقولها وانا كنبحث في هذا الموضوع ونقلب ونقلب الليل وما طال. كيف يعقل فريق فوزي القجع كيحاربوا يفوز بهذه الألقاب هذه كلها؟ نتساءل. يلا جاوبوا للفئة المحسوبة على الجمهور وهي من طبيعة الحال من هادوك غالب من هادوك اللي كيخرجوا يهرسوا الطوموبيلات أصحاب الشغب لأن اللي عنده العقل غادي يشوف كيفاش المغرب كله فرح. كنت كنهضر قبل قليل مع أحد الدكاترة وهو الدكتور عبد الخالق كولاب الله يخليكم قناته
الدكتور قناة الدكتور عبد الخالق كلاب، الله يخليكم، سيروا القناة ديالو الله يجزيكم بخير. نخليو الرابط في أول تعليق، فتكلمت معه مليا وقال لي كيف يعني شخصية وطنية عليها إجماع، كيف يعني يهاجم بهذا الشكل ضد فوزي القجع؟ هذا هاشتاق، هذا تخربيق، الفساد فاسد ياك. ايوا صافي، الا ضربتو هذاك وضرب الاخر وضرب، يعني شنو كتبغيو تبينوا الاعداء اللي هما كاين الذين هم داخل الوطن؟ ولا 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 اقصد احدا، اللي هو هذا كلامي انا، اللي هو يعني اكثر خبثا وسوءا وضررا من هؤلاء الهوكلانديون. لماذا؟ لانه من الداخل، مثلا بحال المنافقين، المنافقين اللي كيكونوا من داخل يعني المرجفون في المدينة، هما معاك ويصليوا معاك ويخرجوا معاك ويسلموا عليك وكذا، وهما نعم سيدي كيضربوك الوقت اللي يريبوك من. ولهذا قال الحسن الثاني رحمه الله تسعود الخوانة الداخل. وطبعا ما كنقصد حتى شي واحد بهذه الهضره، كل من تنطبق عليه هذه الاوصاف وشاف راسه هو خائن فهو كذلك، ولكن انا لا اقصد احدا طبعا، وانما تعرفهم من لحن القول بعض الناس اصحاب تدوينات واصحاب واصحاب واصحاب، والكلام هو هذا، كل شيء باين وكل شيء واضح. قلنا تسعود ديال القرطاسات ان هذوك اللي هما وحده يعني مجازا، القرطاس مجازا، وحده الخونه يعني بحال الهوكلانديون مثلا او فئة من الفرنسيين. فيما يتساءل البعض عن السر وراء هذه الحملة الشرسة، هذه الهجمة المكلبنة وهذا التكالب، خصوصا مع اندلاع شرارتها يعني هذه الحملة هذه، ودخول الصحافة الكرغولية الهوكلاندية الجزائرية على خط النيل من فوز القجع الذي يشكل من طبيعة الحال عقدة لهم في حناجرهم وغصة في قلوبهم. وواضح بين على أن الجزائر اختارت باش تهجم الهجوم اللي كنشوفوا دابا في السوشيال ميديا على رئيس الجامعة المغربية السي فوزي القجع، من خلال ماذا؟ من خلال إنشاء حسابات مزيفة، حسابات وهمية بالآلاف اللي كتنشر هذا الهاشتاغ هذه ضده، ضد فوزي القجع. انا اي واحد كيقول ضد فوزي القجع زعما مخرج عيني نقول ليه ما واش لقيتيه في قاع داركم؟ حشمت تقول لي ما لقيتيه مع طق طق ثلاثه النقط رجع للسطر. وهذا اللي كيبين البعض يعني المتصفحين في السوشيال ميديا، يقول هادشي وقيله بصح، وقيله هادو المغاربه، وقيله هادو الاحرار الوطنيين، وقيله هادو ماشي هادوك الخونه اللي مكرهوش تعلى رايه بدل العالم الوطني. وقد رأينا في 2016 بعض المطبلين والمزمرين لأولئك اللي كانوا كيرفعوا واحد الرأي وكيقولوا الجمهورية عقلت ولا لا، فهؤلاء هم الآن بعضهم من يهاجم فوزي القجع. كلامي راه كيفهموه العقلاء مزيان. وللجزائر أسباب عدة لمهاجمة هذا الرجل الشريف، أي نعم الرجل الشريف وموت يا العدو. خاصة ما نساوش طرد محمد روراوا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلى الجزائريين يعني محبطين كارهين فوزي القجع، كما أنه السيد فوزي القجع دائما داخل الاتحاد أشنو كيدير؟ ديما كيهرس ليهم المخططات ديالهم، دائما كيهرس ليهم كل ما من شأنه استهداف المصالح الرياضية للمملكة المغربية في إفريقيا. إخوة والأخوات الكرام، في السوشيال ميديا وخاصة على منصة تويتر يمكن بسهولة تلعب يعني بحملة من الحملات من خلال صناعة مئات أو آلاف ديال الحسابات، كما تفعل المخابرات العسكرية الجزائرية واللي قال هادشي ما كانش بغى يدافع على الهوكلانديون، قبح الله سعيه أيا كان. فهذه هي الحقيقة، وهادشي اعترفوا بها هما على مستوى القيادات السياسية والرياضية والإعلامية، محاربة المغرب والتهجم على المغرب، وذلك لا يتأتى إلا بصناعة الحسابات في جميع منصات التواصل الاجتماعي الإخوة والأخوات، والتهجم على المغرب بشتى أنواع السب والقذف والتشهير ونشر الادعاءات الكاذبة، أليس كذلك؟ بلى وهو كذلك، وهذه هي الحقيقة. إذا اللي كنشوف فوزي القجع يدافع على المغرب، هؤلاء يستهدفونه، كيبغيو يبينوه على أنه فاسد باش الكلمة ديالو ما تكونش قوية في المنتديات الدولية. كيف بالله عليكم إلى المغرب
هذه قالها لي احد الاخوه قبل قليل، قال لك المغرب مرشح باش يدير مع اسبانيا والبرتغال يعني ترشح لكاس العالم 2030. فهاد الفيفا فكيفاش هذاك القرع هو يعني مع فرنسا كيف ما كنعرفوا كاين شي حوايج اللي ما نقدروش نتجاهلوها، يقول لك ها هو الرئيس ديال الجامعه ديالكم فاسد بالشهاده ديالكم، ويبداو يجيبوا الناس شي شهادات بحال هكا. الكراغ البارح حميد مهداوي قال لك لا حنا كنتفاعلوا مع القضايا ديالهم وما كيتفاعلوا مع القضايا ديالنا، ايوا يجيو يستشهدوا بك ويقول لك ها انت كيفاش تتهم وانت كيفاش ها، ويجيبوها ويقول لك ها انتم حنا كلام ويستشهدوا بك بحال كنستشهدوا حنا بهم. ولكن الاستشهاد ديالنا هذا هو الفرق، الاستشهاد ديالنا صحيح وفي محله، والاستشهاد ديالهم باطل مبني على باطل وجاي من طرف ناس يعني قلوبهم مليئة بشيء ما. هذاك شيء ما كلها عندكم الحق تكتبوا شنو هو هذا شيء ما اللي مالأ بعض القلوب التي تريد الانتقام حسب ما أرى وحسب المتابعة والمراقبة ديالي لهذا الموضوع. إذن حسابات كيتم الإنشاء ديالها غير قبل نهار أو يومين أو ثلاث أيام كتلقاها جديدة والتي لا يوجد بينها أي شيء مشترك، أغلبها لا يعتمد صورة شخصية أو أنها من أنصار الرجاء لشن هجمات ضد القجع. نزيد نقول لك هذا من صانعات الجزائر، العساكر الجزائر والكتائب العدالة والسلمية والمنافسين السياسيين وحدة أخرى اللي ما كيبانوش كيطو الصباعين تاع الجلاب ما عندهم شي جرعة يبانو، هما اللي خدامين على الهاشتاك. يعني كيفاش كاين لا تصاور لا والو، ونفس التعليقات والكوبي كولي الكوبي كولي الكوبي كولي نفس الرسائل الاخوه والاخوات. وهذا تقدروا تلاحظوها اللي متبع تويتر والفيسبوك تقدروا تلاحظوها، نفس الرسائل هي اللي كتنشر هنا وهنا وهنا، ونفس الصور ونفس التغريدات هي اللي كيتم الاعاده ديال النشر ديالها هنا وهناك، نفس الهاشتاج باش كيطلع كيكثروا منه بزاف. يعني في ساعه المكانه الا درتي هاشتاغ وكل حساب بارطاجاه مثلا 10 ديال المرات كيولي مثلا 1000 هو ولا 10000 هو، هنا كيولي كيطلع بالزربه. بحال دابا نتوما مثلا الا درتوا لايك للفيديو وكثرتوا التعاليق غادي تقترح اليوتيوب غادي يقترحوا في المنصه وغادي يشوفوه بزاف ديال الناس. اذا الحمله الرقميه الجزائريه لم يتم نقلها من قبل اي وسيله اعلاميه مغربيه باستثناء وسائل الاعلام الجزائريه المحسوبه على النظام العسكري الهوكلاندي الخبيث بحال الشروق مثلا والبلاد والنهار وفينك فوتبول ومواقع اخرى. العداء ديالها واضح وباين لكل من كان له قلب او القى السمع وهو شاهد. وهنا انا في المغرب قلب التعيس شوف التعيس والله ما لقيت الا حميد المهداوي هو الذي يطعن في هذه الشخصيه. اسفا عليك يا اخي حميد المهداوي، يعني كتمشي المنزلقات منحدرات ف يعني الايام تدور كما قال جدي ملي كان قدي واحد المثال وعقل عليه مزيان السي حميد، وكانت كتقولوا حتى جده قبل ما تغدى الله يرحمها ويوسع عليها، الايام التي تلوز لن تلقى ابحالها ولو بالريق الناشف. والايام كنقول لك اللي كتعيش الان لن تلقى ابحالها ولو بالريق الناشف، فلكل شيء اجل. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الانسان ديرها غير زوينه لان بعض الحوايج فيها تجني على الكرامه ديال المغرب ديال المغاربه ديال المؤسسات. تقول لي لا بحال لا قداسه الا لله، شكون اللي قال لك حنا كنقدسوا فوزي القجاع؟ شكون اللي قالها لك؟ انزلوا الناس منازلهم، كيقول الحديث انزلوا الناس منازلهم ومن لا يشكر العبد لا يشكر الله. فوزي القجع رجل، شوف دابا في الفيديو عندنا هنايا شوف واش الناس شي حد غادي يسبوا ولا غيقول فاسد. يبدو ان نجاح كرة القدم المغربية بمختلف المسابقات في السنوات الأخيرة ابرزها مونديال 2022 اثار ردود فعل حاقدة من طرف الحاقدين، من طرف المسؤولين الجزائريين. المسؤولين الجزائريين كتعقلوا معايا كاملين، غير هذاك ديك القناة التلفزيونية اللي نقلات النتيجة ديال المغرب مع إسبانيا وذكرت المغرب بالاسم طردوا المدير ديالها، وهذا تلفزيون عمومي فقط لأنه ذكر النتيجة ديال المباراة. تصوروا معايا الكراهية، أصبحت هذه الكراهية للمملكة المغربية بين المسؤولين الجزائريين أمرا مؤسساتيا منذ 2019.
حيث يحاولون تشويه سمعة المغرب المرشح لتنظيم كأس الأمم الإفريقية المقبلة والحملة التي تتم حاليا ضد المغرب. اختار لها الجنرالات الجزائريون وقتا محددا للغاية تزامنا مع تتويج الملك محمد السادس حفظه الله من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الوقت ليس وقت مثل هذه الحملات الشرسة التي تنال من كوادرنا الوطنية، ولا هو وقت كيل الاتهامات والاصطياد في الماء العكر. يا معشرة ثلاثة السطورة، انزل نستر لاخرين الا بغيتي، ولا قلب الصفحه كاع بخطره. هذا وقت التضامن، هذا الوقت ديال الاعتراف بما قدمته كرة القدم المغربية من انجازات تاريخية يشهد بها او لها القاصي والداني. العالم اصبح يتكلم مغربي في كأس العالم، الرايات ديال المغرب ترفرف في كل مكان، الركراكي احسن مدرب عربي وافريقي على الاطلاق والثالث عالميا، اللاعبين تبارك الله كما قلت نجوم طيور نسور من ذهب. اي نعم، وفوزي القجع هو الرئيس ديال الجامعة، فكيف بالله عليكم يخرجوا بعض المحسوبين على اي جهة ما كيف ما كانت. وكنشوفوا كنعرفوا الجزائر او الكراغلة الذباب الالكتروني الوسخ النتين اللي كيشدوا 200 اورو في الشهر، وكتلقاهم يعني دايرينهم العسكر الجزائري وهادشي سبق ليه هضرت عليه، دايرينهم بالالاف المؤلفة. ودابا ولاو كيجيبوا حتى بعض العرب من دول اخرى اللي كيطلعوا في اللايفات مع بعض المسترزقين للطعن في المغرب، للطعن في الملكية، للطعن في الجغرافيا ديال المغرب، في الامبراطورية ديال المغرب، والتشكيك في الصحراء الشرقية. وكذلك كيطلعوهم كيعطيوهم مجال. وذكرت على سبيل المثال المدعو رأس السلاحفات، كتنسى لي سميتو اللي ولا كيطلع الناس يضربوا جلالة الملك، هو زعما ساكت وقال لك انا ما يهمني انا المغرب، انا يهمني انا ملف المغرب، انا باحث تالي القريتي باحث. قبح الله سعي الخونة والمرتزقة ومن على شاكلتهم والذين يساندونهم والذين لا يعلمون، طبعا نعذرهم لجهلهم. كان معكم محبوب الجماهير، شكرا جزيلا لكم. كلنا فوزي القجع، هاشتاغ كلنا فوزي القجع. زلزلوا لي الله يخليكم التعاليق، بغينا اليوم نوصلوا 2500 تعليق. كلنا فوزي القجع. شكرا جزيلا للمغاربة، وعاش جلالة الملك، وعاش الأحرار الوطنيين الأوفياء المخلصين لهذا الوطن، وعشتم أنتم مشاهدين الكرام بألف خير. إلى اللقاء.